وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هلو، والنهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض حلقات البريوش، وهنعمل نوع من أنواع البريوش الشهيرة في فرنسا اللي هي بريوش سان جيني. البريوش ده شهرته جاية من هو غريب شوية في نوع اللوز اللي بيتحط عليه. اللوز اللي بيتحط معاه بيكون متلون باللون الأحمر، وده اللي بيميزه عن بقية أنواع البريوش. عجينة البريوش نفس الطريقة بنفس العجين اللي بنعملها، المختلف زي ما قلنا هو إضافة اللوز البرالين الأحمر، بيسموه برالين أحمر، للوصفة بتاعة السان جيني. أوكي. عندنا سكر، ده هنعمل بيه كراميل، ممكن نعمله مع مية وممكن نعمله من غير مية، ممكن نعمله بالطريقة الجافة على طول ان احنا نحط السكر. وهنا نسبة الزبدة مش نسبة كبيرة قوي بالنسبة لنسبة الدقيق، احنا عندنا الدقيق 360 وعندنا الزبدة 140 جرام، يعني تقريبا تلت، حوالي حاجة و30% نسبة الزبدة لنسبة الدقيق. بالنسبة للبرالين هنبتدي بالبرالين علشان يلحق يهدى ونقدر نكسره ونستعمله في الوصفة. فالبرالين عبارة عن هنحط حوالي 40 حبة لوز، أو يعني بالكتير مثلا 100 جرام، مش فارقة قوي كمية اللوز. عندنا 6 معالق كبيرة مية لو هنعمله بالطريقة اللي هي مية، عندنا 1 كوب سكر، 2 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة صغيرة لون أحمر، لا هي هتبقى نقطة صغيرة لون أحمر، وعندنا 1 معلقة كبيرة زبدة. بالنسبة لعجين البريوش عندنا 360 جرام دقيق متعدد الاستخدامات، عندنا 3 معلقة كبيرة نشا، 7 جرام خميرة، ده لو خميرة جافة، لكن لو هنستعمل خميرة بتاعت الفرن هنحط 14 جرام، عندنا 3 معالق كبيرة لبن، 2 معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة مية زهر أو مزهر، عندنا 4 بيضات و 140 جرام زبدة. المزهر برضو من الحاجات اللي بتخلي طعم ونكهة البريوش ده حلوة ومختلفة. هبتدي أحط السكر شوية شوية، وهعمله بالطريقة الجافة. مش متأكد قوي من الطريقة دي أو ما بيحبش يشتغل بيها، ممكن يحط المية والسكر ويستنى لحد المية ما ترجع تتبخر تاني، وبعدين يبتدي السكر يتحول إلى كراميل. دي أسرع بالنسبة لي وأسهل برضو بالنسبة لي من إن أنا أقعد مستنية المية كلها تتبخر، بتاخد وقت، بتاخد حوالي ربع ساعة أو كده. ما بنحطش السكر كله مرة واحدة عشان ما يبتديش جزء منه يتحول لكراميل والباقي يبقى لسه خرز. أنا عايزة يسيح الأول وبعدين يتحول إلى كراميل. أكيد طبعاً اللون بتاعه لما بيسيح بيبقى شوية ذهبي، لكن لسه مش متكرمل كفاية يعني. أول ما أول كمية تسيح أحط شوية كمان، في الوقت ده لحد بس ما تسيح على الحلة ما تسخن تاني هدوب الخميرة مع اللبن. لأن دي خميرة طازة أوكي. أول جزء
تقريبا داب. هحط بقية السكر لأن دي كمية أصلا مش كبيرة، ونقلب لحد ما يوصل للون الكراميل الحلو اللي احنا عايزينه. هنا ممكن ابتدي احط الدقيق، البيض، النشا، السكر، المزهر، والملح، وابتدي اضربهم مع بعض. نرجع للسكر، اوكي كده خلاص كله داب، ولكن لسه ما وصلش للون اللي انا عايزاه. اوكي لما يوصل للون ذهبي غامق، مش اللون بتاع الكراميل المظبوط لسه، هضيف اللوز وابتدي اقلب اللوز، هشيله من على النار عشان اجيب اللون الاحمر، وابتدي اقلب. طبعا اللون الاحمر ممكن نزود لو عايزينه اغمق من كده، انا هزود شويه. اوكي نرجعه تاني على النار، دلوقتي احط الفانيليا واحط الزبده. وأول الزبدة ما تسيح هحطه هنا على سيليكون علشان ما يلزقش، وبعد كده نكسره ونستعمله في العجين. أول الزبدة ما تسيح كده خلاص هحطه هنا، ونفرده علشان بعد كده نقدر نخلي كل لوزاية لوحدها. الزبدة هتساعد ان احنا نقدر نفصله عن بعض بسهولة، علشان كده بنضيف الزبدة، زائد ان هي طبعا بتضيف طعم كمان حلو للبرالين. اللي مش عايز يحط اللون الاحمر ممكن يعمل نفس الطريقة بدون اضافة اللون. دلوقتي العجين بتتضرب بقالها فترة كافية بحيث ان هي تبقى جاهزة ان احنا نبتدي نضيف لها الزبدة شوية شوية. هبتدي اضيف الزبدة، بنحتاج اننا نطلع العجين من الجناب والقاع
لأن العجينة بتاعت البريوش عجينة بتلزق خالص، ف بنطلعها من الجناب والقاع ونضرب تاني علشان نتأكد كل حاجة اختلطت ببعض. وبكده عجينة البريوش جاهزة، ودلوقتي بنطلعها وبنحطها في بول ونسيبها تخمر لمدة حوالي ساعتين لحد ما تتضاعف في الحجم، وبعد كده بنقدر ناخدها نشكلها، وطبعا بنحتاج ان احنا نسيبها حوالي برضو ساعتين كمان عشان تخمر مرة تانية قبل الخبز. فدلوقتي هنستناها تخمر ونطلع فاصل ونرجع تاني بعد الفاصل نعمل مع بعض بريوش سان جيني. اهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض البريوش اللي بنعمله النهاردة سان جيني. وزي ما احنا شايفين البرالين بتاعنا ابتدى يجمد، هو لسه دافي فمش هستعمل ده دلوقتي لان انا مش عايزة احط حاجة دافية جوه العجين لان هيخليها تخمر بطريقة مش متوازنة يعني. وبنكسره بالشكل ده لحد ما يكون عندنا الشكل ده. ده اللي عملناه من الأول. في قطع ممكن تتكسر أكتر، وده بيكون شكله، هو ده اللي بنستعمله لحشو البريوش بتاعنا. البريوش ده ممكن أستعمل دقيق وممكن أستعمل زيت زي ما تحبوا. العجينة بنسيبها تخمر من غير ما نحط معاها البرالين لأن البرالين طبعا معمول بسكر، حتى لو كراميل لو قعد في حاجة فيها رطوبة وطبعا العجينة مليانة سوائل هيبتدي يسيح، العجينة كلها هيبقى لونها أحمر، فإحنا مش عايزين كده. فبنسيب العجينة تخمر لوحدها الأول وبعد كده بنضيف لها البرالين. باخد العجينة بفتحها شوية وأحط معاها البرالين وبسيب كم واحدة أحطهم بس فوق الوش. أوكي، هبتدي أخلطهم مع بعض. نوزع البرالين في العجين، ولو خرم العجينة كده وطلع منها مفيش مشكلة خالص لأنه هو أصلاً هيبقى باين من العجين وممكن جزء منه يطلع من جزء من العجينة يعني. وفي الآخر كمان احنا هنحط شوية اللي فاضلين بنحطهم فوق. باخد العجينة دي بس عشان ما تلزقش في ايدي وبكورها زي ما بكور اي عجينة علشان السطح بتاعها يشد. وبعدين بجيب الصينية اللي هعملها فيها بحطها في النص وبعدين ببتدي أوزعها على الصينية، بضغط بالشكل ده. لما بتبقى مكورة كويس ومشدودة لما بفردها كده بالإيدي بتديني دايرة حلوة مساوية علشان الوش بتاعها يبقى شكله حلو. بنضيف بقية البرالين على الوش بس لازم نضغطه جوه شوية علشان ما يقعش وهو في الفرن، أو لما العجينة تبتدي تخمر ما يبتديش البرالين يقع من عليها.
وبنضغط عليها لحد ما بنملى الصينية بيها. ودلوقتي هنسيب الصينية زي ما هي كده تخمر لحد ما تتضاعف في الحجم، حوالي ساعة ونص ساعتين على حسب. وبعد ما تخمر بتبقى جاهزة ان هي تدخل الفرن على 180، وهتقعد في الفرن حوالي 40 دقيقة. وده بيكون شكل بريوش السان جوني زي ما احنا شايفين، اخذ لون حلو. نسيت اقول لكم ان قبل ما يدخل الفرن ممكن ندهنه ببيضه مخفوقه بالشكل ده علشان ياخد اللون الحلو اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا بعد ما يخمر بنبقى بندهن بالراحه خالص علشان الفرشه ما تهبطش التخمير اللي حصل في عجينه البريوش. فلو هندهن بعد ما بيخمر بيبقى بالراحه خالص فوق الوش علشان يدينا النتيجه اللي احنا شايفينها دي. وزي ما احنا شايفين البرالين الاحمر باين فيه فوق الوش، وطعمه بيبقى حلو قوي واضافه حلوه للبريوش. ان شاء الله تجربوه وباذن الله يعجبكم. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، اشوفكم في الحلقات الجايه على خيره الله ان شاء الله.